عمري 12 وزيت من حانتي لقا، وبالمناسبة هذه نعطي تحية لولاد هومتي. والله من الأول هي الحكاية هذه راني أنا يعني ما كنت عطيها قيمة، مسيت مع أصحابي رابوريت السواري عجبتني الحكاية وكل يخي من وقتها بديت نتبع. أول حاجة قراتي هي الأولويات متاعي، نحب ما نفرح عائلتي، من بعد هذيك الموزيكا غرامي كل مرة يكبر بشوية، من بعد أنا نكبر معاه. بالنسبة للبوليميك عاد ما نحكيوش، عبيد يكلموا فيا على الفيسبوك، على الانستغرام، ميساجات على التليفون، عبيد يكلموا فيا من تركيا، من بقاع الكل حاصل. لا لا، بالنسبة للحكاية هذيك ماهيش أمي، احنا مشينا نصوروا في كليب عرضتنا هي بارازار، بما انها صديقة العائلة زيت صورت معانا. ردة فعل الناس في الشارع برشا تفعلوا معايا في الشارع، في نمسي وقفوني يتصوروا معايا، عبيد قالولي حاجة تعم فيها بارابور لعمرك باهية، واصل ميهمكش في كلام العبيد واحنا ندزوا معاه. العلم معاوني الزملة، كانت فما ردة فعل واحدة خايبة برشا من EFM راديو في 2021، خمسة من الناس ياخذوا طفل صغير يستعرضوا عليه في عضلاتهم، حكاية ما تجي زملة، انت كي تحب تعمل بوز مينيموم فما شوية انسانية. برتي ارتيست كبير منيس انا اليوم زي بس نحكي عليه، خدمته هي اللي بس تحكي عليه، انا كتونسي فرحان برشا اللي عنا في الساحة الفنية ارتيست كيما برتي. سنفراز يدا كيما بلتي يعجبني برشا، تعب وخدم برشا، مازي حد شي بسهل، يعني ماني زي انا اليوم بس نقيم ارتيستويت كبار كيما هكا في تونس. ماك ماكينتوس بيسي يعني مروان ماك اللي في عصابة EFM اللي كنا نحكيو عليهم اللي قزموا في العبيد، انا بعد ما سمعته ينقد فيا حبيت ندخل نشوف الخدمه اللي عملها، يخي لقيتها حاجه كاتاستروفيك. يا مروان ماكي انت دارك بالبلاد ما تضربش الناس بالحجر. افلي 69 خاطر يعني في موسيقى نحبها برشا، كوتو سويس فلوس خاطر الفلوس تجيب البوس. صحيح انا عمري صغير ونتفرج في الكوميك، اما كي نكبر اكيد ما نتصورش روحي بس نتكومك. نحب نقول للناس اللي تبعوا فيا كل فما باز على الفيسبوك اسمها دوسر اوفيسيال، يتعملي في برشا مشاكل مع برشا ارتيستويت، تهبط فك التصويرة متاع المرأة اللي زيت معايا تقول هذيك امي اللي هي ماهيش امي، يعني تحط في حكايات غلطين. نحبكم ناس كل تعملوها سينيال خلطة تسكر، وانا راني ما نتحمل حتى مسؤولية في بروفيل وما عندي حتى باز فيسبوك. اول حاجه ديديكاس للناس اللي تتبع فيا هي اللي تشجع فيا على هذا كل، ديديكاس لعائلتي وديديكاس لاصحابي وديديكاس لنيرو المانجير متاعي. والله عندي في الترينج انا وياسين وفسير اللي يخدم مع سيبسير حاجه نار ان شاء الله تهبط على قريب بس تعجبكم الناس كل.